السلام عليكم دزير بوي بيج رياكشن، جا عليكم الليد برياكشن جديده كالعاده ولا وايد جديد موجود وبيج رياكشن موجود. تعرفونا ما نفلتوا شيء، خاصه اللي هبط لنا تراك في جديد لابينا ابيزود نمبر 2 الاولاد كليب اوفيسيال ديجا ابيزود نمبر 1 رياكتين عليها، ادخلوا لوجو في الرياكسيونات تلقاوها. هذا ما يمنعش اللي هبط لنا جديد الاولاد تراك عنده 8 سوايع وكليب اوفيسيال. ليتس جو نشوفوا شنو هي الفوضى، نشوفوا اللي شنو يحب يوصل لنا، جاي مش نعملوا جو، جاي مش نتفردوا الاولاد. يلا بينا ليتس جو يلا. شفتها القصيبة هذي، هذي القصيبة هذي في بنزرت صاحبي، بنزرت صاحبي. والله سويتش صارت دخلني بريك هرا فوق ونزلت زوز عبيل على موتور عندهم فيزكا. فما فكة في الحكاية، فما فكة في الحكاية. اسمع متحمس صاحبي ما نكذبش عليك. روكلي جادي من القدام الرخلاء شارع لهنا مش حمام لسيبي بي، عنف شديد واعتداء يا بديلاء غبرة وهواء بلايك وش رايت دواي. يا اهلا بيكم مرحبا وين تلزيت شد الحيط ندور بالغاز وبالحديد وين بستلت وين قصيت وين ريسكيت وين تخريت وين في طريق الغلط مشيت وين وليت عين الحيط زنقة ظلمة ما تعديش باللي نعرف ما نضويش باللي نسمع ما نحكيش باللي ناخو ما نعطيش نصدم اللي جس النبض اقرا كان بلغة حبس نفسر كان بلغة كبس جيب الفاري تتلز. لازمك تعيش هكاك برو، خاصة في الظروف اللي قاعد تعيش فيها. صاحبي كان ما تخممش هكاك مش يلعبونك تك تك في الخفيف. كنا للخبز نقضي حاجتي كان بالسطرة، العدي كان كي تولي قتلة نجيب الراس نطع الفتلة، نحاول حتى لاخر قطرة نحارب حتى لاخر عرق ذيب وما نعملش السرك نعرف كيش نصنع الفرق. مولوتوف بالمفرق ضحكة صفرة بكعبة ورقة خنقة بالابطار والمرقة بيسر حام في راس الزنقة في دارج بلو راس مطرقة مريولي ميليتير فانت كاتسين فريجيدير نتصرف في راس المال بالقوة ولا بالغورة قمر هاي بيك يشنعك برو، فهمت كيفاش؟ لوختو لوخت اللي اللي نعرفوها بيها صاحبي ما تبدلتش باللي بديها هذا ما يبراش فرض الوقت يدي بالرسمي يشنعك اللي يخليك اللي نحب نعمل مشكلة اما ما نشجعوش على العنف صاحبي اما جوست يوصل لك الاحساس هذاك برك عارف راهو شيء قاعد يسبع فيه. مال على طرح الكوره هدا النوس نردو فوله بالياجوره بالياجوره كل ما نطيح نعاود نبدا نعاشر ما نربيش الكبده كلامي ما نزيدوش الزبده نعاشر وما نربيش الكبده باز برو باز باش خاطر تتوقع ديما في مخك اللي اي بشر ينجم حرفيا بار عائلتك ينجم حرفيا يهز روحه ويمشي دونك ما عاشر ما فما حتى مشكل عشير عمرك ما فما حتى مشكل اما ديما توقع في مخك اللي ينجم يمشي ويخليك باش كي يمشي ويخليك صاحبي ما يقلقكش فهمت كيفاش تفكر كبير وما ننسكش وانا صاحي نفرق لك راسك كيما نحطك تحت جناحي قلبي شيك كما مخي متاع بتاعي نفديك بدمي مش جمي نعطيك سلاحي نتفكر كبير وما ننسكش وانا صاحي نفرق لك راسك كيما نحطك تحت جناحي قلبي شيك كما مخي متاع بتاعي نفديك بدمي مش جمي نعطيك سلاحي. هيك هي ما عندناش نفس العقلية انتوما تخافوا تمسخوا ايديكم وانا نقصكم هيدايا نكسر زبور مسقايا كلمة انتوما تخافوا تمسخوا ايديكم جيست تخافوا تمسخوا ايديكم انا نقصهم ايديا كان جيت نخاف باش نفس العقلية انتوما تخافوا تمسخوا ايديكم وانا نقصكم هيدايا نكسر زبور مسقايا كلمة تلقى ليش ثلية شربة نعملها عينيا كان تبكي نقصكم هيدايا نكسر زبور مسقايا كلمة تلقى ليش ثلية شربة نعمل يسكو في حي النخلة ويعد يسكو في الكودية كان تفرجوا في إشارات بس خديكم وانا نقصكم هيدا ينكسر زبور مسقايا كان ما تلقى ليش ثلية شربة نعملها عينيا كان تبكي على جيل بنايا بعدي لمهم كلاوية ولحد نهاري مسي عليا نتفر روحي وعيني حية ولا نطيح من روحي شوية بالفليقي بالعربية
نطفي روحي وعيني حيه ولا نطيح روحي شويه برو لا يا اللي حبي وصلك اللي راه كل واحد يعبر على الايجو نتاعو من بلاصه ما انا الايجو نتاعي هكا الايجو نتاعي اني عندي مبادئ نعيش بيهم في الحياة يظهرونك وحشيين برشا سوفاج برشا فيهم برشا عنف ما هذا ما يمنعش هذيك كيفاش لازمني نعيش في الحاجة اللي نعيش فيها برو في البلاصة اللي نعيش فيها صاحبي يوصلك في موضوع قاعد يوصلك في موضوع يا ما عناش نفس الشخصية حلي بمهكم بين سنيكم رجلة بابا بين سنية نوز النفعلي نعرف قيمتي ونعرف كاري خاطركم الكل جمهور تعيروا فيا خاطر قاري طرتوا لي وساوي عباري قد كلامي قد فعالي نعرف وين نحط سقايا نعرف شكون نجيبو لداري باللي باش يتباع بالغالي اللي تشري نعرف وين نحط سقايا ونعرف شكون نجيبو لداري برو خاطر مش اللي يجي يدخل لدارك ونعرفوا برشا عباد دخلت صحابها هكا حسبتهم الديار وغزر بعد شو صار فهمت كيفاش فرد الوقت ديما وديما نوصي هيركم عارفوا تحط ساقيك برو كي بلاصة تعرف روحك شو تتضر فيها علاش ماشيينها فهمت كيفاش وكي تعرف روحك قدها برا اصدم ما فما حتى مشكلة بهذا ما يمنعش ديما باش تجرب اما باش تعرف وقتاش الصحيح ووقتها شد الثنية هذيك قد فعالي نعرف وين نحط ساقيا نعرف شكون نجيبو لداري باللي باش يتباع بالغالي اللي تشري يقعد رخيص طحين ويقعد ما يقضيش القحبة تقعد ما تهنيش يجي نعلمك الشتاء فاكت يا برو فاكت يا برو تلم الله اللي تشري يقعد رخيص حين ويقعد ما يقضيش ولا تقعد ما تهنيش يجن على المكش تعيش قالوا يقعد كل حديث الراجل يفعل ما يحكيش يخلي أمار السيكاتريس كزوج قفة كوريبيس لقش خماش من مريو الخلعة كروشي بيه يفخر ضلعة شيشة بيه بعد البلعة جي بي اس في وسط السلعة الكاليتي بالكونتيتي تليفون بي جي بي دي ترانزاك كريبتو موني بلوك بارفي وطروا دي نقرا شقيقة والرقيقة نلبس في وجهي شوريقة ترانزاكسيون ما يفوتش دقيقة كان في روحي عندي ثقة وقت الجد نلقى ذريعي نلقى كان في روحي عندي ثقة وقت الجد نرقى كان ذريعي يا برو هيك علاش ديما حط ثقتك في روحك قبل الناس الكل صاحبي باش كي تطيح بيك وتلقى العباد اللي عملت عليها واعطيت فيها ثقتك تلقاهم جبدوا بيك او تلقى ذراعك موجوده صاحبي فهمت كيفاش ثقه باش للناس الكل وبالافعال قبلك ليه تسبب ودي عين تصرف ونفك نتاعي تفكر كبير وما ننساكش وانا صاحي نفرق لك راسك كيما نحطك تحت جناحي قلبي شيك لما مخي متعب تاحي نفديك بدمي مش جمعي نعطيك سلاحي نتفكر كبير عم ننساك شوينا صاحي نفرق لك راسك كيما نحطك تحت جناحي قلبي شيك لما مخي متعب تاحي نفديك بدمي مش جمعي نعطيك سلاحي ما تلقوش سلاحي يا صاحبي يا صاحبي احلى حبوب صاحبي قلت تفرج فيا اقرا معايا هذا الاولاد خراوي ضحك السيد اقسم بالله سيرو الاولاد هكا نكونوا كملنا ليا لابينا ابيزود نمبر 2 الاولاد تراك عنده 8 سوايع من الهبط كليب اوفيسيال الاولاد برجوليه سيري هذه ماشي يا شباب العمليه صاحبي اخت تفديك خاصه نشوفوا في اللايك اللي رجع لنا ستيل نتاع العاده اللي مالفين بيه اللغه اللي مالفين بيها فهمت كيفاش خاصه فان بيز نتاع اللايا فاهميني فاش قاعد نحكي هذا ما يمنعش كيما قلنا الاولاد حتى وكان تحس اللغه اللي احكي فيها ياسر كيما نقولوا سوفاج ياسر وحشيه ما هذاك ما يمنعش فما برشا مساجات يوصل فيهم وفرض الوقت مع البيت مع الفلويت صاحبي هاي بيك يحسك بالاحساس اللي هو حاسه وهذاك اللي يخليك تسمع برو من الاخر هذا ما يمنعش لغة شبابة الأولاد وإن شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون تقابلوا إن شاء الله في أقرب وقت ممكن تنسيوا شاركم كومنتاريتكم دليلكم أجواءكم السبسكرايب تاعكم خاصة مرحبا بكم على انستغرام بيجي بطل رياكشن في رعاشي بالسكيولة واللي في الديسكريبسيون نقرة خفيفة يا برو تلقى روحك غادي بلا فاش تستنى عندكم تيك توك بخشيش كل شيء موجود وبيجي رياكشن قدرة ربي 7x7 ديما موجود هذا ما يمنعش الأولاد حطوا سبسكرايب وصارية بقدرة ربي ديما تتعدى مريقلة مع بيجي رياكشن تقابلوا إن شاء الله في آخر وقت ممكن قبل ما نختم رياكسيون تاعنا موضوع العادة والأهم قضية فلسطينية الأولاد ما نسيوش خواتنا فلسطين ونبارتاجيو أي حاجة تدعم القضية وتذكر العباد اللي نسيت القضية الفلسطينية وتحيا فلسطين دائما وأبدا تقابلوا في آخر وقت ممكن peace